فكر وثقافة وأدب وفن. نحن أصحاب فكرة سامية، فكرة تربط الأرض بالسماء، المخلوق بالخالق، وتنسجم مع هذا الكون الذي نحن فيه. ولذلك لو أخذنا نموذج الإبداع الذي سمعنا عنه في التاريخ، والذي في خلال 24 سنة من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جماعة في حياتهم لم يركبوا بحرا، في خلال 24 ساعة كانت سفنهم في البحر الأبيض المتوسط تتجه إلى أوروبا لتنشر الإسلام. جماعة لم يكونوا إلا جامعي مال، ومن كان فيهم يعني عبقريا كتب قصائده ليمدح نفسه وعائلته ويعلقها على الكعبة، وإذا بهم على الخيول، لا في طيارات ولا في مراكب، يوصلوا في أقل من 50 سنة إلى الصين وإلى سند للباكستان وإلى الهند، ويصبح عدد المسلمين الآن في هذه المنطقة أكبر من عدد المسلمين في العالم الإسلامي. عدد المسلمين في الصين 150 مليون، والموجودين في الهند من 150 إلى 300 مليون. هؤلاء لا إنترنت ولا طيارات ولا بواخر، فقط عبر الفكرة التي عندما طرحت على ألسنة التجار أنتجت هذا الحجم الهائل من المؤمنين. النبي عليه الصلاة والسلام نزلت عليه الفكرة. أول شيء، وهذا منهج، انظر هذه المقارنة وبين ما تقوم به إبداع، وهنا يأتي شهادة لإبداع أنها أبدعت لأنها اتبعت الفكرة السليمة والأسلوب السليم. أولا الفكرة هي الإنسان. كنا قبل ثواني نتكلم أنا والأخ أبو أحمد فرج، لو أن هذا المكان فيه آخرون لوجدنا فيه اللي انت عارف فيه. أما اليوم فنحن نسمع كلام مختلف، طبعا بيعتبروه تخلف، لكن نحن نعتبره صناعة مستقبل، نعتبره وسيلة للوصول إلى القدس والأقصى، نعتبره الإبداع الحقيقي. ولذلك ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصلت الفكرة واستوعبها تماما، التي أجابت على كل الأسئلة، وبالمناسبة كان أميا صلى الله عليه وسلم، ولذلك اختير من الخالق هذا الإنسان بالذات اختيار. وهنا يأتي منهج الاختيار للقيادة، مش كل الناس، أي واحد. هذا المخلوق المكرم استوعب الفكرة تماما، وهذا الذي تقوم به إبداع، بتوصل المعلومة ليس فقط تجربة الآخر، تجربتنا، ولكن أيضا تجربة الآخرين، تجربة مجردة من كل شيء وبدون تحيز لأي شيء طالما أنها تجربة إنسانية. ثم بعد ذلك اختار الأعوان المناسبين. ولذلك واحد زي عمر بن الخطاب، لو لم يكن هناك إسلام، من كان سمع عن عمر بن الخطاب؟ مين هو عمر بن الخطاب؟ ما هو سبقه، يعني سمعنا عن حاتم الطائي كواحد يعني كريم، ماذا قدم للبشرية؟ لا شيء. لكن عندما يعني أنت تنفخ في النار وتأكل الناس، كويس أكلت الناس، وفي الآخر كل اللي أكلوه عارفين وين بروح، ماذا تركنا للثقافة، للحضارة، للإنسان؟ إيش عملنا له؟ لما عمر بن الخطاب بيجي على راحلتهم شرشح أو عين مزعة، ومولاه راكب على الدابة، هو وصل القدس، عمر بن الخطاب في القدس صنع حضارة لا تزال حتى الآن، ورسخ ثقافة لا تزال حتى الآن. الأمر الذي دعا صفرانيوس ليقول له هاي مفتاح القدس على ألا يجاورنا فيها يهود، لأنهم شافوا من اليهود الأمرين. ولذلك هاي عمر بن الخطاب الذي قالها، لخصها باختصار،
الحمد لله الذي أعزنا بالفكرة بالإسلام. ولذلك أيها الإخوة الأحباب، هذا هو القائد، هذه هي الفكرة، هذا هو الأسلوب التربية والتعليم والمثابرة، وهذا بعد ذلك سيأتي أمثال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة، وتأتي سلسلة طويلة من المفكرين والمبدعين في كافة المجالات. وبالتالي العقل الذي لم يتخمر بأي خمر هو الذي سيبدع، والساعد الذي لم يضعف بأي مثبط هو الذي يقاوم، والإنسان الذي لا يركع إلا لله تبارك وتعالى لن يركع لأي عدو مهما كانت قوته. هذه هي مهمتنا وهذه هي مهمتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك دكتورنا وأستاذنا الفاضل أبو خالد الزهران. كثيرون مضوا في هذا المعهد، تعلموا على أيدي أساتذة متخصصين، لكن منهم من فارقونا سريعا، لذلك سنبدأ الآن فقرة تسليم الدروع بأسر الشهداء. نطلب من الدكتور محمد المدهوم، الدكتور أبو خالد الزهار، الأستاذ أبو أحمد الغول، وكذلك الأستاذ محمود عزام، وأستاذنا الفاضل أن يتفضلوا هنا حتى نكرم معا الأستاذ سهيل، حتى نكرم الأستاذ ياسر حرب، حتى نكرم الذين قضوا في بداية الحال في بداية طريقهم ليصبحوا قادة، فقادونا إلى الجنان إن شاء الله. الدرع الأول، الدكتور محمود العجرمي، عائلة الشهيد يوسف عمر لبد، يتسلم عن الشهيد والده السيد عمر لبد. ملأنا حيوية وطاقة وكنا نستمد من إيران. أبو عسكر خالد كان مجاهدا وكان كذلك تلميذا ذكيا وخالدا. Allahumma inni a'udhu bika min shari ma
أبو زعمومة، المرتبة الأولى بدبلوم القيادة المتوسطة الدفعة الأولى. ياسر بشير العسري، المرتبة الأولى بدبلوم القيادة التأسيسية سن من الثامن عشر وحتى الثالث سنة العشرين فرع رزة. حازم محمد النخالة، المرتبة الأولى بدبلوم القيادة التأسيسية سن 28 حتى 40 فرع غزة الدفعة الثانية. الأستاذ محمد عثمان شبير، المرتبة الأولى بدبلوم القيادة التأسيسية في سن 28 حتى 40 فرع خان يونس الدفعة الثانية. عبد الله يوسف أبو عريان، المرتبة الأولى بدبلوم القيادة التأسيسية سن من 18 وحتى 23 فرع خان يونس الدفعة الثانية. أثناء خريجي الدفعة الأولى وتكريمهم وتسليمهم الشهادات. أحمد إبراهيم العبادة، أشرف حسني تروان، إبراهيم عمر المصري، دبلوم متوسط، إياد خالد الشربجي، إياد محمد أبو شمة، أحمد طاهر شحاتة، أحمد محمد الشيخ علي، أحمد محمد المنشراوي، بلال فوزي الأغا، تامر تيسير معروف، تامر جمال غملاوي، حسام الدين محمود عابد، رائد إحسان الجملة، زهير محمد الفرنسي، سامح سلامة أبو زعلومة، سعيد فتحي شبير، سليمان سعد أبو ستة، طارق عبد الله الشيخ عيد، طارق عيسى الهبيب، عبد الله جمعة وافي، عودة أحمد.